بسم الله الرحمن الرحيم. دار الأم كتعيش واحد العرس واحد الفرحة كبيرة بهذا اليوم المبارك اللي زار فيه سيدنا. دار الأم تأسست أو تشيدت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي فكرة رائدة وحيوية وفعالة ديال العاهدة الوداد من طرف الله. ودار الأم لتنظيم التكوين من الأهداف ديالها الرئيسية التربية على القيم والأخلاق الفاضلة والتكوين لخلق مشاريع مستقبلية حتى إن شاء الله نقضي على التسول والاعتماد على الخير. دار التربية والتكوين كنظم حاليا ثلاثة جمعيات: جمعية الاتحاد الوطني للنسائي المغربي اللي كان سابقا في هذا المقر، ثم العصر المغربية اللي تلحقت بها طريق شراكة، ثم مركز الريف للتراث والدراسات والأبحاث في 2008. من هذه هما الجمعيات الحالية اللي كتنضوي هذا دار الأم. وحنا إن شاء الله في المستقبل غادي نديروا آفاق مستقبلية، وغادي إن شاء الله نتعاونوا مع كل اللي عنده الأهداف كتمشى مع الأهداف. كنتمناو لكم كل التيسير، لان الجمعيه اللي غادي تسيرها غادي تكون مسميه جمعيه التيسير لتسييري دارهم لتقديم التكوين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم السعيد كنشهدوا واحد المبادره من المبادرات النيره اللي عودنا عليها صاحب الجلاله الملك محمد بن سلمان الله، وهو تدشين دار الام للتربيه والتكوين. وبصفتنا العصبة المغربية لحماية الطفولة، من بين الناس اللي عندهم شراكة مع هذا الدار، والأهداف ديالنا كتجلى خلق أنشطة للطفل داخل مدينة الناظور، وتربية هؤلاء الأطفال على القيم الأخلاقية والقيم النبيلة، وكذلك أعمال ترفيهية ورياضية اللي غادي نعقدوا المستقبل إن شاء الله شراكات مع أندية فنية تربوية ثقافية رياضية اجتماعية، لأننا كنمدوا اليد ديالنا لكل ذوي النيات الحسنة اللي عندهم غيرة على هاد البلاد وغيرة على هاد المدينة باش يخدموا الطفولة المغربية وحماية الطفولة المغربية من التشرد. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة اليوم شهدنا يوما تاريخيا، وبحكم وجودي مع الأستاذ الفاضل الحجة فاطمة دعنون منذ سنوات أكثر من عقد من الزمن، وبحكم اطلاعي على بعض وثائق تاريخية، فاليوم يمكن أن نسمي هذه المحطة من محمد الخامس إلى محمد السادس. ولماذا؟ لأن الحاجة سنة 1956 كانت في استقبال محمد الخامس رحمه الله في هذه المدينة الفاضلة، مدينة النور كما كان يريد أن يسميها. وفي هذا اليوم كنا جميعا في استقبال، وعلى رأسنا الأستاذة في استقبال العاهل المفدى محمد السادس حفظه الله وإياه. دار الأم هي دار طبيعة الحال توجد الآن فيها ثلاث جمعيات تشتغل بشراكة، والأمر مفتوح للجمعيات الأخرى التي لها نفس الأهداف، وهي هذه الجمعيات هي الاتحاد الوطني للنساء المغربي، ثم العصبة المغربية لحماية الطفولة، ومركز الريف للتراث والدراسات والأبحاث. اتحاد النسائي لماذا؟ لأن هي دار الأم، والأم يعني المرأة هي أم بداية، فتستقبل الأمهات على مختلف أعمارهن، ثم كذلك تستقبل الفتاة. وهنا نتكلم عن العصبة المغربية لحماية الطفولة، حيث ستعنى بالفتيات، الفتيات ثم بالطفلات والزهرات، وكذلك البراعم في الطبق الأول في الطبق الأرضي هذا، حيث سيوجد فيه فضاء للطفل وفضاء كذلك للتربية والتكوين في هذا الفضاء الذي نحن فيه. في الفضاءات الطبق الأول والثاني سيخصص بطبيعة الحال خاص بالمرأة الفتاة والمرأة. مركز الريف للتراث والدراسات والأبحاث إسهامه في العمل في هذا في هذه الدار المباركة
هو على مستوى التربية، على مستوى التكوين، على مستوى التأطير، سواء في تكوين المنشطات على مستوى محل أمية، المكونات والمنشطات كذلك في التربية غير النظامية، وكذلك بشراكة مع جمعيات أخرى في تكوين مجموعة من الأطر حتى إن شاء الله عز وجل يكون لنا خلف في هذه المدينة إن شاء الله تعالى.